أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم يا ربنا خلقتنا من عدم فلك الحمد، ورزقتنا من فضلك فلك الحمد، وأغنيتنا من فقر فلك الحمد. لك الحمد ربنا أن أنزلت إلينا خير رسلك، أرسلت إلينا خير رسلك، وأنزلت إلينا خير كتبك، ورضيت لنا الإسلام دينا. سبحانك ربنا لك الحمد ما أحلمك علينا، رزقك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. نتقرب إليك بالنعم وأنت الغني عنا، وتتقرب إلينا بنعمك وعطاياك وأنت غني عنا وعن طاعتنا. نتجرأ عليك بالمعاصي ونحن أحوج ما يكون إليك، ومع ذلك نعود إليك فتقبلنا، ونسألك فتعطينا، ونستغفرك فتغفر لنا. وإن بعدنا عنك ناديتنا، فأين لنا من رب سواك؟ نشهد أن لا إله إلا أنت، ونشهد أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك، الذي ما ترك من خير لنا وللبشرية إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا لنا وللبشرية إلا وحذرنا منه ونهانا عنه. فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الدعوي الثقافي، التي أسعدتنا وزارة الأوقاف بإقامة هذا الأسبوع في هذه الرحاب الطيبة الكريمة، رحاب ساحة مسجد إمامنا ومعلمنا وشيخنا وتاج رؤوسنا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري عليه رحمات الله وبركاته. نحييكم من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر بميدان الحصري، حيث هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة مشكورة مقبولة إن شاء الله من معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. وعنواننا وعنوان ندوتنا في هذه الليلة حول خصلة من الخصال الكريمة التي حضنا عليها الإسلام وأمرنا بها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. حديثنا اليوم سيدور تحت صفة الكرم، فصلوات ربي وسلامه على من كان كريما رحيما وعلمنا كيف نكون كرماء، فصلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب الكرام، نسعد هذه الليلة بحضور فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب بجامعة القاهرة. نسعد به كثيرا في مثل هذه الليالي، نستفيد من علمه ونجلس معه هذه الجلسة التي كلها نفع وبركة بإذن الله تعالى. معنا كذلك محدثا الدكتور محمد عزت الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جزاه الله خيرا على حضوره الكريم، ونسأل الله له التوفيق. كما سيكون معنا قارئا ومبتهلا في هذه الليلة إن شاء الله المبتهل الإذاعي المعروف والمحبوب فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أيها الأحباب الكرام، ليلة طيبة كريمة أقامتها وزارة الأوقاف من ليالي هذا الأسبوع الكريم، خدمة لرواد هذا المسجد. أولا رواد مسجد فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، حيث نسعد كذلك بحضور وتشريف كريمته أختنا الغالية، نسأل الله لها دوام العمر والصحة والعافية، الحاجة ياسمين محمود خليل
الحصري، بارك الله في آل الحصري جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قارئنا ممن توفر وممن كتب لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وإمامنا وشيخنا فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري، إمام عصره وتاج رؤوس أقرانه في أهل زمانه، أحد الأعلام البارزين في دولة تلاوة وقراءة وترتيل القرآن الكريم، الذي كتب الله له التوفيق إلى أن رحل تاركا أفضل ما يترك عبد لنفسه بعد موته. ترك ربما ما لم يتركه غيره، ترك من ترتيل القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم وتلاوات القرآن الكريم ما امتلأت به أو تمتلئ به المكتبات الإذاعية والتلفزيونية، إلى أن صار حديث العالم بأكمله قارئا ومعلما ورجلا صالحا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. يحضر معنا من قيادات مديرية أوقاف الجيزة الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة، وفضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام الدعوة والبر. أيها الأحباب، خير ما نبدأ به ودائما القرآن الكريم، نستمع إلى آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات أفلا تبصرون. إن المتقين
جنات وعيون. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم وما السماء والأرض إنه لحق فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون.
هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قالوا لا تخف قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم صدق الله العظيم. وآياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم. استمعنا إلى آيات بينات تلاها القارئ الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، استهللنا بها هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الدعوي الثقافي الذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف من هنا من ساحة إمام أهل زمانه وفريد عصره فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري من ميدان الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، خدمة من وزارة الأوقاف ومن معالي وزير الأوقاف لرواد هذا المسجد العامر ولمتابعي صفحة وزارة الأوقاف عبر الإنترنت أو عبر الفيسبوك. في هذا المكان أيها الأحباب لا يفوتنا أن نذكر أبيات الإمام الشاطبي حين قال:
وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والخير والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسك العلا فاللهم ارض عن كل أهل القرآن وعن معلمينا ومحفظينا وممتعينا بتلاوة القرآن ارض اللهم عن فضيلة قارئنا الإمام الشيخ محمود خليل الحصري اجعله يا ربنا عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وبارك اللهم في ذريته وأولاده وأحفاده من بعده وبارك في تلامذته وفي محبيه وفي من يأخذون على يديه ويتعلمون منه حتى قيام الساعة واحشرنا مع عبادك الصالحين يا رب العالمين بصحبة نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحباب، ليلتنا هذه تعقد أو ندوتنا هذه اختير لها موضوع صفة من الصفات التي هي أصيلة في كل مسلم. الكرم صفة أصيلة على النفس الإنسانية. حول هذه الصفة سيحدثنا متحدثانا الليلة، نبدأ بداية بعد أن أذن لنا فضيلة الأستاذ الدكتور حسام موافي، سنستمع الآن إلى فضيلة الدكتور محمد عزة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يحدثنا حول صفة الكرم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية شكر الله لوزارة الأوقاف وعلى رأسها معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الأنشطة الثقافية في جميع مساجد جمهورية مصر العربية، وإنني لفي سعادة غامرة أن ألتقي بهذه الوجوه النيرة في هذا المكان العامر المبارك الذي فيه أنفاس الصالحين. إنني في سعادة غامرة في أن أكون مع عالمين، الأول أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي وهو غني عن التعريف، عالم من علماء الطب المشهورين، والثاني عالم في إذاعة القرآن الكريم الأستاذ فوزي عبد المقصود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على أيدينا وألسنتنا جميعا. علماء الشريعة تكلموا عن مقاصد الشرع ومقاصد الخلق، فقالوا إن مقاصد الخلق عبادة الله وتزكية النفس وعمارة الكون،
المقصود من خلق الإنسان أن يعبد الله، أن يتخلق بالأخلاق، أن يعمر هذا الكون. ومن أسس الأخلاق الكرم. سئل أحد العلماء: لماذا أرسل الحق سبحانه وتعالى وأنزل على أمة العرب واختارها لرسالة الإسلام من بين الأمم الأخرى في وقتها؟ فقال: بحثت في التاريخ وفي صفات الأمم، فوجدت أن العرب يتصفون بصفتين هما الصدق والكرم، الصدق والكرم. والإسلام إما عبادات وإما معاملات، ومدار العبادات على الصدق، ومدار المعاملات على الكرم. فمن كان صادقا بينه وبين نفسه، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، بينه وبين الناس، فمن كان صادقا يقوم بالعبادات على وجهها الحقيقي، ومدار المعاملات على الكرم. فمن كان كريما يقوم وينهض بالمعاملات على وجهها الحقيقي. ومن هنا نستطيع أن نقول أن من يتصف بصفة الكرم اتصف بنصف الإسلام وتخلق بنصف الإسلام. الكرم يظهر في كل مجالات حياتنا، يظهر في البيع والشراء. يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يظهر في الزواج، فلا يؤذي الرجل زوجته ولا تؤذي المرأة زوجها. ونتذكر دائما قول الحق سبحانه وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم. يظهر حتى في وقت الفراق، كما يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يهنها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. يظهر الكرم في إكرام الضيف، وكلنا سمعنا شيخنا الجليل وهو يقرأ قول الحق سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. قوم لا يعرفهم سيدنا إبراهيم، ومع ذلك قدم لهم عجلا سمينا إكراما لهم، إكراما للضيف. يظهر الكرم في الإحساس بالآخرين. يقول سيدنا أبي سعيد الخدري: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فجاء رجل على راحلة له ينظر يمينا وشمالا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان معه فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان معه فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان الأسوة والقدوة والمثل الأعلى في الجود والكرم، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوادا كريما، وكان أجود ما يكون في رمضان،
كان أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لأنه يعلم يقينا أن الرازق هو الله، وأن الله هو الكريم سبحانه وتعالى. ولذلك جاءه رجل أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غنما ما بين جبلين، فرجع الرجل إلى أهله يقول: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فداه أبي وأمي، اذهبوا إليه فإنه يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. الكرم عطاء، والعطاء لا يأتي إلا عن حب، والكريم محبوب، والكريم محبوب، محبوب عند الله، محبوب عند الناس. فمن أراد أن يكون محبوبا فليكن كريما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. جملة ما أعظمها في الختام: من أراد أن يكون محبوبا فليكن كريما. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ محمد عزة الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على هذه الكلمة الطيبة المفيدة والممتعة حول صفة الكرم هنا في هذه الساحة، ساحة مسجد الإمام القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بميدان الحصري بالسادس من أكتوبر، حيث تقيم وزارة الأوقاف الأسبوع الثقافي هنا في هذه الساحة برعاية كريمة طيبة ومشكورة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة لرواد هذا المسجد الذين نتقدم لهم بخالص الشكر والعرفان والتقدير على هذا الحضور الكريم المشرف، دليل على حب الاستفادة وحب مجالسة أهل العلم وأهل الشرع وأهل القرآن والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا في هذه الليلة من المقبولين عنده، وألا يجعلنا عن رحمته من المطرودين، اللهم آمين. أيها الأحباب، يحضر معنا هذه الليلة من رجال وزارة الأوقاف الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة أوقاف الجيزة، وفضيلة الشيخ عبد الخالق عطيفي مدير عام الدعوة والبر. وأسعد كثيرا بتشريف وحضور أختنا الغالية الكريمة كريمة قارئنا الشيخ محمود خليل الحصري الحاجة ياسمين الحصري، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وفي ذريتها وفي ذرية إمامنا وعالمنا وتاج رؤوسنا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. أيها الأحباب، دائما تكون للشرع كلمة ولأهل العلم كلمة، كما نستمع إلى أهل الشرع كذلك علينا أن نستمع ونستمتع ونستفيد من كلمة أهل العلم. معنا الليلة الأستاذ الدكتور حسام موافي، الأستاذ بكلية الطب، أستاذ الحالات الحرجة بكلية الطب بجامعة القاهرة، سيأخذ بأيدينا ويحدثنا. هو همس لي والقارئ الكريم يتلو آيات الله البينات عندما وصل إلى آيات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، همس لي قائلا: سنتحدث حول هذه الآية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ما أقدرش أوصف مشاعري حاليا بتاتا، ان انا دي مثلا المرة السابعة او التامنة مع وزارة الاوقاف، ربنا يكرم الوزير اللي فكر انه يعلم الناس، فكرة جميلة جدا جدا يعني، دي المرة السابعة، بس لأول مرة ابقى في مسجد الشيخ الحصري. الشيخ الحصري انتوا تعرفوه كاسم، لكن انا لا، ده كان ساكن ورانا، احنا 9 البطل احمد عبد العزيز وهو شارع عبد المنعم رياض، فانا متربي في بيته، انا متربي مع ياسمين الحصر اللي قاعدة ورا دي، كان سني 7 سنين والشيخ الحصر بياخدني من ايدي في عربيته انا وابويا رحمة الله عليهم، هما الاثنين، نروح سيدنا الحسين نقعد نستمع للشيخ الحصري قبل الصلاة ونصلي الجمعة ونروح. قعدنا على كده قد ايه؟ 18 سنة، لحد ما توفى والدي
وتوفى الشيخ الحصري، أجد نفسي أنا النهاردة في هذا المسجد، مسجد الشيخ الحصري، وأنا متربي في بيته. إذا كنا بنتكلم على الكرم يا ريتكم كنتوا شفتوا الشيخ الحصري، والله البيت مفتوح 24 ساعة، ما فيش حاجة اسمها تروح تسلم، هتروح يا هتفطر يا هتتغدى يا هتتعشى، ما في أي خدمة أنت عايزها هيعملها لك. الشيخ الحصري هو أول إنسان في العالم، تاني أول إنسان في العالم يحول المصحف إلى مصحف مقروء مسموع، من مقروء إلى مسموع. اللي ما بيعرفش يقرأ ويكتب بيسمع المصحف كله دلوقتي، كله من بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة إلى قل أعوذ برب الناس بيسمعوا. الفضل لله ولهذا الرجل اللي حول المصحف من مقروء إلى مسموع. أول واحد يعمل المصحف مرتب وإيه بكذا قراءة، فرحمة الله عليه. يعني أنا في قمة الفخر إن أنا أقول كلمتي في مسجد الشيخ الحصري. النقطة الثانية، مولانا كان بيقرأ في الآيات وإحنا بنمر بأزمة مالية شديدة جدا. مصر بتمر بأزمة مالية وارتفاع أسعار ما حدش شافه قبل كده، بس قال كلمة أنا لأول مرة، أنا حافظ القرآن بفضل الله، لأول مرة أخد بالي، لأول مرة أخد بالي من الكلمة اللي هو قال. ربنا اتكلم على كل حاجة على الأرض، وفي الأرض قطع المتجاورات، وفي أنفسكم إلا الرزق، قال وفي السماء رزقكم وما تعدون. الرزق مش في الأرض، ده بكلام ربنا، مش بس كده، ربنا لم يقسم بنفسه في القرآن إلا مرتين، لم يقسم بنفسه. ياسين والقرآن الحكيم قسم، قاف والقرآن المجيد قسم، والتين والزيتون قسم، صاد والقرآن ذي الذكر قسم، إلا في دي، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض. حلف بنفسه بقى أنه لحق، محدش يقلق، محدش يقلق، رزقنا مش في الأرض يا أخوانا، والله ما هو في الأرض، رزقنا في السماء. فإذا كان هو في إيد الخالق هنخاف؟ أنا خاف لو في إيد واحد، لو رزقي في إيد واحد أخاف جدا جدا، لو غضب عليا مش هيديني رزقي، إنما ده في إيد الخالق. فدول مقدمة بس بسيطة كده، إنما هنتكلم على وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هقول لكم أبحاث أمريكا اللي عاملاها، بس سبقها القرآن، بس ما حدش يعرف. آخر بحث قريته إن كل واحد فينا له عمرين، كل واحد فينا له عمرين، ما حدش يعرف الكلام ده خالص خالص. عمر البطاقة، تعالى يا ابني اسمك ايه؟ محمد حسين سيد. مواليد كام؟ مواليد سنة 50، يبقى سنك 63 سنة، ده سنه بالبطاقة. لكن لو جالي في المستشفى اعمل له 16 حاجة، اقول لك لا انت مش 55 سنة، انت 25، او العكس ده انت 85. في سن بيولوجي، سن حقيقي، ده السن الحقيقي. ما بتشوفوش واحد سنه 80 سنة بيجوز، ده مش 80، سنه مش 80، سنه 40، هو في البطاقة 80 لكن الحقيقي 40. ما بتشوفش واحد سنه 25 سنة ماشي في الشارع مش قادر يمشي وماسك عصاية، هو الواقع مش 25، هو 85. فكل واحد له عمرين، العمر البطاقة والعمر البيولوجي اللي الدكاترة تحددوا له. على فكرة احنا ما بنرش نعمل دي عشان ما ننكدش على حد، ما واحد جاي لي سنه 40 سنة اقول له سنك 90 سنة بنكد عليه يعني، فما بنعملهاش خالص خالص. انما تخيل القرآن قالها، تخيل لما انا بقرأ القرآن قلت سبحان الله، ده هذه البيبر، هذا البحث موجود في القرآن. سيدنا موسى جات له بنتين
اللي مش عارفين يرعوا ومش عارفين يروا تقال، قالوا له ايه؟ وابونا ايه؟ شيخ كبير سنين. شيخ باللغة العربية يعني 40 سنة. طب كبير يعني سابق سن، يعني هو مش 40 هو 80. وابونا شيخ كبير، في ناس بتاخدها تعديها، تعدي الكلمة دي عادية، وابونا شيخ كبير. لا، ده قمة العلم الكلمتين دول، وابونا شيخ كبير. طب ما شيخ كفاية، او تقول له ابونا كبير كفاية. لا، ابونا شيخ كبير. هل الانسان في بطن امه بيتنفس؟ الاجابة لا. الواحد في بطن امه ما بيتنفس. امال بياخد الاكسجين منين؟ بياخد اكسجينه من الحبل السري. الحبل السري جاي من الام، من المشيمة الى الجنين، ياخد الاكسجين بتاعه عشان يقدر يعيش. 9 اشهر ما بيتنفس، ما بيتنفس، يعني الرئة ملهاش لازم. الرئة اللي اتعملت دي ما اشتغلتش لسه كويس. قلب الانسان مكون من قسمين، يمين وشمال، يمين وشمال. اليمين يودي الدم للرئة، والشمال يودي الدم للجسم كله. واضحة؟ القلب اليمين يودي الدم، لما ينقبض كده يودي الدم للرئة، يرجع من الرئة الى الناحية الشمال، الشمال ينقبض يودي الدم للجسم كله. فهم 2 قاعدين ينقبضوا، واحد يودي للرئة وواحد يودي للجسم كله. طب هيروح الرئة يعمل ايه اذا كانت الرئة مش شغالة؟ اذا كان هو ما بيتنفس، الحركة دي ما بيعملهاش، طب الدم يروح الرئة ليه؟ سبحانك الله يا رب، سبحان الله. في ثقبين كبار جدا، الدم ما يوصل يمين ينقل شمال، ما يروحش الرئة خالص، ملوش حاجة لازمة. هيروح الرئة ليه؟ يضيع وقت. فأول ما الدم يوصل يمين ينقل شمال من ثقبين، مع أول نفس الثقبين يقفلوا. مع أول نفس الطفل ينزل ياخد النفس ده، الاتنين يتقفلوا والدم يطلع على الرئة. ثم أنشأناه خلقا آخر بعد الولادة. كلمة مش عادية ما ربنا يقول ثم أنشأناه خلقا آخر. هذا خلق آخر فعلا، لأن الدم ما كانش بيروح للرئة خالص، كان بينقل على الشمال دغري. لا، ده أنا قفلت له السكة، بقى يروح الرئة يتأكسد ويرجع للشمال تاني. ثم أنشأناه خلقا آخر. دي فتبارك الله أحسن أحسن الخالقين. لما أجيب كوباية مية أهي وفيها سكر، كوباية مية فيها سكر، ركزوا معايا في اللي جاي ده، وبشرب شاي ومحليه بثلاث معالق سكر وبشربه ومتمزج جدا، جه واحد عايز يغلس عليا، راح اطلع عليه مية سخنة غلسة، اجي اشرب الشاي ماسخ. طب هل انا شلت السكر من الشاي؟ ما حصلش، لكن عملت ظاهرة علمية كلكم عارفينها طبعا اسمها التخفيف، خففت الشاي فباظ الشاي، باظ لما حطيت عليه مية، باظ ايه؟ سكر، باظ لانه بقى مخفف. طب ما حدث في كوباية الشاي يحدث في جسمي، يحصل في جسمي. شربت ازازة المية دي، نزلت في الامعاء، دخلت على الدم، خففته كله، خففت السكر والملح والبوتاسيوم والكالسيوم كل حاجة، ومت. كوباية مية تموتك. لماذا؟ لأنها هتخش على الدم تخففه. فسبحانك الله يا رب، سبحان الله. 4 أعضاء في الجسم أما يشوفوا المية يتحركوا، يطردوا المية بره، يفضل جسمك ميته هي هي. اشرب 100 لتر في السحور، هتعطش قبل الفطار. لماذا؟ لأن الجسم السليم لا يستطيع تخزين المية، ونخزنها تبقى كارثة. إيه هي الأعضاء دي؟ الكلى رقم 1، ولذلك تلاقي مريض الكلى مورم. ليه؟ مش عارف يخرج المية. القلب رقم 2، تلاقي مريض القلب مورم. ليه؟ مش عارف يخرج المية. 3 الكبد،
تلاقي مريض الكبد مورم وعنده السسقة. ليه؟ لانه مش عارف يخرج المية، وفي جزء في المخ مسؤول عن بيطلع هرمون اسمه المضاد الإضرار يحفظ المية في الجسم. اذا نقطة مية في جسمك محسوبة، محسوبة. انا خدت بق مية نزل في الامعاء دخل على الدم اللي يشتغل الاعضاء دي كلها، تطلع كايه؟ بول او في البراز او عرق او في النفس. ادي اربع حاجات بتخرجني المية. واضح؟ واضح؟ بصوا الآية بتقول ايه بقى. انا ده كتاب، ده كتاب 400 صفحة قعدت اقرا فيه 3 اشهر عشان افهم المية ازاي الجسم يعمل. 4 اشهر بقراه. اما بخلص الكتاب بسجد لله شكر، لان العقل ده مش صناعتي، ده صناعة الله ان انا فهمت هذا الكتاب. كان المغرب بيدن، بيتنا بفضل الله قدامه مسجد، نزلت اصلي المغرب اقسم برب الكعبة لقيت الراجل الامام بيقول الكتاب في 4 كلمات، ورب الكعبة بيقول الكتاب 400 صفحة في 4 كلمات. وانزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما انتم له بخازنين. تقدروش تخزنوا المية، لان لو تخزنت تبقى كارثة، تبقى كارثة لو تخزنت اورم والحاجات تتخفف، الصوديوم يتخفف والجلوكوز والبوتاسيوم ونروح في داهية. الواحد كان سألني بيقول لي هي الاعجاز في القرآن فقط، الاعجاز العلمي مفيش في السنة؟ فقلت له لا انا مش عارف اجاوبك، وبحثت اعجاز علمي في السنة. المخ حواليه مية، اي واحد فينا مخه حواليه مية بحيث لو اتخبط كده ما يحصلش حاجة، ربنا حطه في سائل في حواليه مية والمخ جاي له دم، ففي توازن غير عادي بين ضغط الدم في النافوخ وبين ضغط السائل اللي حول المخ، توازن غير عادي. يختل هذا التوازن بالجري، لو جريت الضغط دم يعلى لازم ضغط نافوخي يقل عشان يبقى في توازن. طب لو سجدت ضغط النافوخ هيعلى فلازم ضغط الدم يتغير. طب افرض انا جاري وسجدت هتبقى كارثه، لان ضغط الدم عالي وانا سجدت ضغط النافوخ هيعلى. شفت الرسول الذي لا يقرا ولا يكتب لكن يوحى اليه سبحانك الله يا رب، رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي للصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، اوعى تجري، واتوها وانتم تمشون، وعليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، نلتقي مره ثانيه ان شاء الله. ما الفضل الا لاهل العلم انهم على الهدى لمن استهدى ادلاء، وقيمة المرء فيما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. استمعنا إلى كلمات بسيطة في ألفاظها مليئة بالمعاني والقيم والفوائد من أستاذنا الأستاذ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية الطب بجامعة القاهرة، جزاه الله خيرا على حضوره المشرف والكريم. جاءت كلمته ضمن هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تقيمه وتنظمه وزارة الأوقاف بدعوة طيبة كريمة وبرعاية طيبة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وقد أسعد قلوبنا وشرفنا باختيار هذا المكان لإقامة وإدارة هذا الأسبوع من مسجد فضيلة الإمام الشيخ محمود خليل الحصري بميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر، بحضور قيادات مديرية أوقاف الجيزة وحضور كريمة قارئنا الجليل الحاجة
ياسمين محمود خليل الحصري. أيها الأحباب، نختتم ليلتنا هذه الليلة الكريمة الطيبة بأن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، داعين المولى أن يتقبل منا كما وعدنا، فهو سبحانه وتعالى القائل: ادعوني أستجب لكم. نبقى مع الابتهالات والأدعية مع فضيلة المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته. اللهم أوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. ما في البرية مثل أحمد هاديا، ما في البرية مثل أحمد هاديا للخير والأخلاق والإيمان. يا رحمة للعالمين ومنة يا رحمة يا رحمة للعالمين ومنة يا نعمة الرحمن للإنسان. يا نور هذا الكون في عليائه، يا قدوتي
يا قدوتي في السر والإعلان، يا شافع للناس، يا شافع للناس، يا شافع للناس يوم وقوف جب للحشر والحسبان والميزان. صلى عليك من اصطفى مبرأ، صلى عليك من اصطفاك مبرأ من كل عيب، من كل عيب، من كل عيب كامل البنيان. إن الصلاة على النبي سعادة، إن الصلاة على النبي سعادة، تحيا بها الأرواح والأبدان. إن الصلاة على النبي وسيلة يرضى بها من فضله الرحمن. إن الصلاة على النبي فريضة جاءت بها الآيات والقرآن. إن الصلاة على النبي لفرحة، إن الصلاة على النبي لفرحة فرحت بها الأفلاك، فرحت بها الأفلاك، فرحت بها الأفلاك والأكوان. صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه وأكثروا ذكره. إن الصلاة على النبي أمان. النبي صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. كالغيث ذكرك يا حبيبي لم يزل يسقي القلوب محبة ونعيما. يا سيد الثقلين حزت مكانة ومقام عز في النفوس عظيما. يا من سلكتم نهجه وسبيله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توردنا بها حوضه الشريف وتسقينا بها من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا،
واجعلنا يا ربنا بسر الصلاة عليه وفضلها عندك في هذه الليلة من المقبولين. اللهم لا تحرمنا شفاعته وأوردنا حوضه، واجعلنا في صحبته مع آل بيته وأحبابه، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. هكذا أيها الأحباب، بهذه الابتهالات التي قدمها المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الليلة الثالثة من ليالي الأسبوع الثقافي الدعوي الذي تنظمه وتقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد إمامنا ومعلمنا فضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بميدان الحصري بالسادس من أكتوبر، بحضور كريم مشرف وبحضور السادة رواد هذا البيت العامر. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم الإفادة والرحمة والمغفرة والقبول بإذن الله، وحضور السادة الأفاضل الكرام رجال وزارة الأوقاف وحضور علمائنا الكرام. شكرا لحضراتكم جميعا، نلقاكم على خير دائما إن شاء الله. نترككم في رعاية الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.